مهارة وريادة نعتبره من أهم الأجنحة المشاركة في جنادرية 33. الميزة هنا أن نشارك بإبداعات الطلاب، بمشاركات الطلاب، شركات الطلاب. ريادة الأعمال هي من المهارات التي نحن نسعى دائما في وزارة التعليم لصقلها وبنائها وتعزيزها من خلال مجموعة وحزمة من البرامج والأنشطة والفعاليات. هذا الذي تشاهدونه الآن هو نموذج من النماذج الموجودة لدينا في المملكة. شاركنا في جنادرية 33 11 إدارة تعليمية، شارك أكثر من تقريبا 72 مشروع طلابي، والفكرة أننا نريد أن نبرز هؤلاء الطلاب. بعض الطلاب لديه شركة خاصة الآن، وهذا من الأشياء اللي الواحد يفرح فيها، يعني أحد طلابنا اللي نفخر فيهم يتواصل معنا ويقول أنا اليومين الماضية وقعت عقد ب 150 ألف ريال مع أحد الشركات لإدارة محتوى. أعتقد أنه الطلاب لديهم فرص كبيرة جدا، فرص هائلة، ونحن في وزارة التعليم نقدم لهم مزيد من المهارات، مزيد من المعززات، حتى أنه يكون يجد الطالب فرصته في المجتمع، ويجد أيضا فرصته لنقل خبراته، وأيضا يجد فرصة لحتى أنه يكون مؤثر في سوق العمل. مشروعي هو الطباعة ثلاثية الأبعاد، أشياء أصممها وأطبعها أصممها من الكمبيوتر، وطبعا عن طريق الطابعة، مثل هذا المجسم اللي هو شعار الجنادرية، وفي عندي عدة مجسمات. أشياء الطباعة هي شيء يعني نموذج أو نماذج للأشياء مصممة تطبع وتصنع من البلاستيك. مشروعي اللي هو عبارة عن سلة تسوق ذكية فيها جهاز تحديد الميزانية بحيث يعلمك إذا أنت تخطيتها أو كم باقي لك، وكمان في تعريف للمنتج ونظام أمان للطفل.